السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم شباب بقناة سبايدر جيمر. حلقتنا اليوم شباب راح تكون عن 10 تحديثات راح تنضاف في المستقبل لكلاش رويال، وهي التحديثات اللي راح أحكي عنها نظامية، وأنا متأكد إنه راح تنضاف بالمستقبل لكلاش رويال، لأنه فعلا تحديثات حلوة وراح تخلي كلاش رويال أحلى. بس قبل ما نبدأ بالفيديو، اشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، وفعل التنبيهات ليوصلك كل شيء جديد، وحط لايك للفيديو، الشغلة ما بتاخذ منها غير 5 ثواني. وهلا خلينا نبدأ. وأول فكرة يا شباب وهي تسريع السندي، يعني مثل كلاش اوف كلانس وقت تسرع الثغنات فيك تسرع ثغنة واحدة أو تسرع كل الثغنات، لكن الفكرة بكلاش رويال مثلا إنك تسرع صندوق واحد ب10 جواهر، أو إنك تسرع مكان الصندوق، يعني تسرع المكان اللي على اليسار ب10 جواهر لمدة يوم كامل، وكل ما يجيك صندوق على اليسار فيك تفتحه بوقت أسرع، يعني صندوق العملاق بده 12 ساعة لينفتح، بيصير بده 6 ساعات أو 4 ساعات ليفتح. وعندك خيار تاني هو تسريع كل الصناديق لمدة يوم كامل ب70 مجوهرة، يعني بدل ما يكون عندك مكان واحد مسرع بيصير عندك الأربع أماكن مسرعة، وأكيد ما فيك تفتح أكثر من صندوق مع بعض، لكن إذا كان عندك باكجات بدل ما تنتظر يومين أو ثلاثة أو أربعة لحتى يعني تفتحهم وتجهزهم للفتح، خلال يوم واحد بتحسن تفتحهم. وتاني فكرة يا شباب وهي أرينة الكريسماس. إذا بتتذكروا هديك السنة انتشرت إشاعات كتير عن عروض الكريسماس وإنه بدهم ينزلوا ساحة الكريسماس، وأنا بعتقد بهاي السنة ينزلوا الأرينة، بس ممكن ينزلوها شهر أو مدة معينة، يعني ممكن ما تنزل على طول. ومثل ما شايفين شكل الساحة، حتى البطاقات بتكون لابسة مثل طاقية بابا نويل، وفي ثلج بالساحة، وإن شاء الله ينزلوا هاي الأرينة لأنه فعلا فكرة كتير حلوة واللاعبين راح يحبوها. والفكرة الثالثة وهي بطاقات لجينري جديدة، وهي البطاقات تقريبا من سنة بيحكوا عنها، بس يعني هلا بينطلك واحد وبيقلك اللعبة ما صار لها سنة نازلة. أنا بعرف هالشي، يعني أنا قصدي إنه من زمان بيحكوا عنها، وهي يمكن يكون اسمها ليجندري نادر، يعني صعب الواحد يحصل عليها الا اذا اشتريتها، او ممكن يكون لها صندوق جديد مثل صندوق الليجندري، ممكن بالحظ تطلع لك، يعني من بين كل 100,000 لاعب بتطلع للاعب واحد، يعني اذا بتطلع لك لازم تسوي حفلة وتعزمني وتعزم العناكب. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. وفعلا فكرة كتير حلوة، وأنا بتوقع تنزل هاي البطاقات. والفكرة الرابعة يا شباب هي عن البطولات. بالفترة الأخيرة نزل نمط لعب 2 ضد 2، لكن في شغلة ما ضافتها الشركة وراح تضيفها بالمستقبل، وهي انك تسوي بطولة لكن 2 ضد 2، وفيك تحدد نمط اللعب، مثلا اكسير مضاعف او المهلة الحاسمة، اذا بتاخد برج بتفوز، او لعب عادي. وانا متأكد انهم راح ينزلوا هاي الفكرة بالتحديثات القادمة لانه فكرة كتير حلوة، يعني ممكن الشركة تكون نسيت هاي الفكرة انه نزلتها. والفكرة الخامسة يا شباب وهي كل لاعبين كلاش رويال بيتمنوها، وهي الكلام اللي بتبعته للخصم. احيانا الخصم بيزعجك او انت بدك تضحك عليه او بدك تقول له شيء، حاليا ما في غير 6 كلمات بس، بالتحديثات القادمة بتوقع يزيدوا عليهم او يغيروهم، يعني فيك تبعت للخصم انت نوب او اسمك حلو او خليني مثلا فوز، او في كتير كلمات مثلا انه خليني ننهي المباراة تعادل، او مثلا يعني هاي الفكرة انه ترفع له العلم الابيض، بتكون عطيه للملك تبعك يرفع العلم الابيض مشان تنهي المباراة تعادل او تستسلم وما يصير شيء بالساحة. اطلع برا، اطلع برا. والفكرة السادسة هي تغيير شكل برج الملك. ممكن انك تدفع مجوهرات او جولد لحتى تغير شكله او تصمم شكل اللي بدك اياه، وكمان هاي فكرة حلوة وممكن يضيفوها وممكن لا، بس اذا ضافوها رح تكون شغلة حلوة انك تغير شكل الملك تبعك، او ممكن كل ما وصلت لساحة تغير شكل الملك. وفعلا مثل ما قلت لكم فكرة كتير حلوة واللاعبين رح يحبوا هالشيء، انه كل واحد رح يسوي شكل للملك تبعه. وهلا خلينا نشوف الفكرة السابعة. Hold up.
والفكرة السابعة، وأنا مستغرب ليش كلاش رويال لحد الآن ما ضافتها، وهي رسالة للشخص المطرود. يعني وقت تروح وتطرد لاعب ما فيك تبعت له رسالة ليش طردته، أما بكلاش أوف كلانس فيك تبعت رسالة مع الطرد حتى اللاعب ما يزعل ويعرف أنت ليش طردته. وبكلاش رويال لحد الآن ما ضافوا هاي الفكرة، بس أنا متأكد بالمستقبل راح يضيفوها، أو بالتحديثات القادمة راح تنضاف، لأن أحيانا ما فيك تطرد اللاعب إلا إذا كان بيعرف ليش طردته. وأنا بالكلام ما بطرد حدا حتى ما يزعل مني. لو كان في رسالة كنت طردته وقلت له أنا ليش طردت، مثلا كؤوسه قليلة أو ما عم يتفاعل بالكلان، أو مثلا يعني عم يبعت كلمات مو حلوة، هيك فيك تطرد اللاعب وتخبره إنه هو ليش انطرد. والفكرة الثامنة، وهي استدعاء الملكة أو الملك. فيك تستدعي بطاقة الملكة بس تكلفتها رح تكون 10 إكسير، وممكن تستدعيها مرة واحدة وكمان بوقت معين. وهي فكرة حلوة بس ممكن ما تنضاف، ويمكن ما يحبوها لاعبين كلاش رويال، بس أنا حبيت هاي الفكرة. بس ما بتوقع تنزلها شركة سوبر سيل إلا مثلا تنزلها حتى بس تنتهي اللعبة، يعني ما يعود حدا يلعبها، تنزلها بعد سنة أو سنتين أو بالتحديثات القادمة. يعني ما بتعرف شركة سوبر سيل شو بيخطر على بالها وإمتى بتنزل التحديثات. والفكرة التاسعة، وهي فكرة كتير حلوة، وهي تبديل البطاقات بالمتجر. يعني بتاخد الكترو ويزارد بلال 2 ايس ويزارد، يعني اذا ما كان معك جولد فيك تبدل البطاقات وتحصل على بطاقة اسطورية من المتجر مقابل بطاقتين من عندك. وان شاء الله الشركة تنزل هذا التحديث، لان معظم لاعبين كلاش رويال معهم بطاقات اسطورية ما بيستعملوهن. يعني مثل انا معي سباركي، معي 4 بطاقات سباركي، بحسن بدلهم على بطاقتين لافا. وفعلا فكرة كتير حلوة، وإن شاء الله يضيفوها لأنه رح ترجع اللعبة مثل قبل، لأن حاليا اللعبة كل مالها عم تتراجع. والفكرة الأخيرة، وهي تعديل على الملف الشخصي أو البروفايل. هلأ بينطلك واحد وبيقول لك شوف الغبي عم يقول ملف شخصي وبروفايل وهن الاثنين نفس بعض. يا حبيبي أنا قلت ملف شخصي أو بروفايل. المهم مثل ما شايفين فيك تحط فيك تحط صور لحسابك، حتى في شغلات جديدة ما فهمتها كتير. مثلا على اليمين نسبة الفوز تبعك مثلا 1.50 من 10، وعلى اليسار مثل حرب الكلانات او الدوري اللي وصلت له. يعني الصراحة ما فهمتها كتير لهي الفكرة، بس المهم انه فكرة جديدة وما بعرف اذا ممكن تنزل وممكن لا. وهيك يا شباب بنكون خلصنا الافكار، وان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا التنبيهات وتحطوا لايك للفيديو. وبس لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم سبايدر من قناة سبايدر جيمر، والسلام عليكم.